السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الحوار الجديد الذي سنتحدث فيه طبعا عن التصعيد الموجود في اليمن بسبب إجراءات البنك المركزي في عدن ضد البنوك في صنعاء والتحركات الأخيرة للمبعوث الأممي. كيف نفهم المفاوضات التي حدثت في السابق بين صنعاء وبين المملكة العربية السعودية بوساطة عمانية؟ لماذا لا يتم الآن تنفيذ مخرجات تلك المفاوضات؟ وما هو الحل العملي فعلا لأزمة البنوك في صنعاء؟ هل هناك إرادة حقيقية اليوم لتوحيد البنك المركزي ولتوحيد العملة اليمنية وللذهاب نحو تنفيذ خارطة الطريق، أم أن الأهداف السياسية للأطراف اليمنية هي التي تغلب وكل طرف يرى أنه يجب أن يتمسك بموقعه السياسي وأن لا يتنازل للطرف الآخر؟ كيف نفهم الوضع عموما في اليمن ومسار الأحداث السياسية في اليمن؟ هذا ما سنتحدث فيه مع الأستاذ أزال الجاوي الناشط السياسي اليمني. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ، وشكرا على قبول الدعوة. خلينا يعني نبدأ من موضوع أزمة البنوك. يعني البنك المركزي في عدن اتخذ إجراءات، صنعاء اتهمت المملكة العربية السعودية أنها وراء تلك الإجراءات، الآن المبعوث الأممي تدخل وطلب من حكومة مجلس القيادة الرئاسي التراجع عن تلك الإجراءات، ويبدو أن الموضوع سيذهب في مسار استئناف المفاوضات حسب يعني المؤمل، بالرغم من التصريحات التصعيدية التي ما زلنا نسمعها. أنت كيف تعلق على هذه المستجدات؟ السلام عليكم، وأحييك أخي الكريم ونشكركم على الاستضافة أولا، ونحيي جمهوركم الكريم. طبعا انا كنت افضل انه يبدا محور النقاش في ابعاد الهدنه، وبالذات في الجانب التاريخي وكيف ابتدا هذا الموضوع. احنا لانه هذا الموضوع مستجد الان، ولكن سناتي لموضوع الهدنه. لا باس، لانه كان فقط السرد التاريخي يمكن بيساعد في كذا. لكن على العموم، طبعا موضوع البنك حصل كثير من التراشقات والتصعيد إلى درجة أنه يعني خلق حالة من الاستنفار في المجتمع، وكان هناك توقعات أنه التصعيد قد يصل إلى مرحلة التصعيد العسكري، رغم أنه في كثير من الشواهد تقول أنه ربما موضوع التصعيد العسكري لا يتناسب مع سقف الإشكالية. أقل شيء، يعني نحن ما نتكلمش على يعني هل ممكن أو لا أو إلى آخره، لكن على العموم موضوع البنك موضوع شائك، وموضوع ربما تم التركيز على الجانب السياسي فيه، أو تم التراشق الاتهامات على اعتبار أنه معطى سياسي، بما معناه أن الشرعية اتخذته على ما حصل في البحر الأحمر. وربما هذا الموضوع إلى حد ما يعني صحيح، لكنه مش بالمطلق، يعني هو في جانب اقتصادي فيه. يعني ربما الشرعية حاولت أن تستغل فرصة ما يدور في البحر الأحمر لتمرير بعض الأمور، لكن في شق اقتصادي فيه، وهذا للأسف ما لم يتطرق إليه أي واحد. والشق الاقتصادي يهم جميع الأطراف. طبعا خلال الفترة السابقة، أو خلال الفترات السابقة بالمناسبة، حتى ما قبل الهدنة لما كان في مفاوضات وهكذا، كان الموضوع الاقتصادي أحد الجوانب الملحة بكل عناصره، سواء في موضوع البنك أو الرواتب أو مؤخرا الطيران والاتصالات وما إلى ذلك. لكن موضوع البنك كان موضوع مركزي، وكان هناك فحوى النقاشات اللي دارت خلال الفترة كامل سواء ما قبل الهدنة أو ما بعد الهدنة، كانت تطرح ثلاثة بدائل، أو تم نقاش ثلاثة بدائل. البديل الأول هو خلق تنسيق في موضوع البنك المركزي بين صنعاء وعدن، يعني سياسة نقدية واحدة وتنسيق وما إلى ذلك. وهذا طبعا خيار أعتقد أنه مدعوم من الوسطاء، وخيار قد يكون فعال بشكل مؤقت، باعتبار أنه عنوان الهدنة هو شيء مؤقت والاتفاقات الآن وكذا. هذا البديل مدعوم، لكن الأطراف أعتقد أنها يعني طبعا
لم يدخلوا في مفاوضات جادة فيه، لكن فهذا البديل طرح على جانبا. كان في بديلين آخرين اللي هم يتعاملوا بهم الآن وفقا للواقع. البديل الآخر كان أنه توحيد البنك المركزي بعد سحب البنك المركزي إلى عدن، وكانت تسعى للشرعية أو ما يسمى بالشرعية، لأنه فكرة الشرعية هذه تحتاج إلى نقاش أيضا. كانت تسعى إلى أنه بعد نقل البنك المركزي أن يعني تمسك بتلابيب القرار في موضوع البنك المركزي وكذا، وفقا للمتطلبات على المستوى الدولي وعلى المستوى الداخلي. يعني تعرف أنت أي بنك مركزي مرتبط بكثير من يعني مرتبط بالبنوك العالمية وما إلى ذلك إلى آخره. وفي شق كان أيضا شق داخلي اللي هو موضوع الإيرادات، وهي هذا جوهر الإشكال الآن في كذا. طبعا بعد ما توقف النفط، إيرادات النفط كان وكثير من الناس أيدوا، ونحن أيدنا برضو أنصار الله عندما قاموا بإجراءات لإيقاف النفط، لكن كان يفترض أنه يلحق هذا الإجراء مفاوضات. يعني أوكي أنت منعت النفط، لكن ندخل في مفاوضات على كيفية يعني توزيع الحصص وما إلى ذلك، الرواتب إلى آخره. أما أنك توقف إيراد النفط بدون إيجاد بدائل علشان تمشي الحياة، لابد أن الحياة تمشي يعني للمواطنين أقل شيء واحتياجات الناس وكذا. فاللي حصل أنه توقف الموارد أدى إلى أن الشرعية تبحث عن موارد، وبالتالي كان لابد أنها تتخذ إجراءات لتوحيد البنك المركزي فعلا. التوقيت الآن ربما توقيت سياسي، لكن موضوع البنك كان لابد أنه يمشي كذا. في البديل الثالث واللي متمسكين فيه أنصار الله هو بديل البنكين، انه تقريبا يعني شبه انفصال بين البنكين الى درجه من العمله اليمنيه تقريبا عملتين، يعني عملتين صح. البنك المركزي يتعامل بالعمله اللي كان يصدرها يعني عندما كان في صنعاء، البنك المركزي صنعاء، والبنك المركزي عدن يتعامل بالعمله اللي اصدرها بعد ما نزل او بعد ما تم تحويل البنك المركزي الى عدن. موضوع البنكين فنيا، شوف تكلك من الجانب السياسي نتكلم في الجانب الفني. موضوع البنكين غير قابل للاستدامة، وبالمناسبة أنا كنت أبحث يعني حول نماذج مشابهة سواء في سوريا أو في العراق أو في كذا، اتضح أنه ما فيش نموذج مشابه. يمكن النموذج المشابه الوحيد اللي موجود في الصومال، صومالي لاند عند بنك وعملة وكذا، لكن يعني في كثير من التفرعات والتشعبات مش في صدد الدخول فيها. لكن خلاصة القول لأنه يعني إضافة لكلامك، لأنه مثلا صرف الرواتب، صرف الأجور كيف ستكون إذا في بنكين وفي عملتين؟ يعني عملة أجور خاصة بعملة صنعاء وأجور خاصة بعملة عدن، فيعني لا يستقيم هذا، لابد أنه يكون في بنك واحد في النهاية. طبعا هذه أصغر إشكالية، هذه اللي طرحت لها، ولا في إشكالية أكبر، كيف تتعامل بنوك العالم؟ صح، شفت كيف؟ كيف الالتزامات اللي كانت سابقا على البنك المركزي تجاه بنوك العالم؟ من طيب. اللي بيتحمل أعباء هذه الالتزامات طيب. الآن؟ خلينا هذا خلينا ننتقل من النقطة هذه لموضوع المفاوضات وما تم الاتفاق عليه، لأنه يطرح سؤال إذا كان في مفاوضات وإحنا سمعنا أنه في خفض تصعيد. خلينا أكمل شيء علشان تكتمل الفكرة في هذا الجانب. البنكين غير قابلة للحياة بسبب الالتزامات الداخلية والالتزامات المحلية، وعليه في يوم ما حتى إذا تم تأجيل هذا لكن هذا الإيقاف بالتأكيد مؤقت، يعني في يوم ما بنرجع لسبب الإشكالية بسبب الالتزامات اللي موجودة تجاه البنوك الدولية والمجتمع الدولي وكذا، وتجاه خاصة أنه صنعاء ارتكبت بعض الأخطاء، ونكون صادقين في هذا الجانب، يعني أصدرت قوانين متعلقة في موضوع المرابحة وما إلى ذلك، موضوع إصدار العملة إلى آخره، فكرس الإشكالية. القرار هل له أبعاد سياسية؟ ربما يكون يعني في دفع من هذه الجهة أو تلك، لكنه في نهاية المطاف موضوع اقتصادي ضروري بيظهر، حتى لو تم تأجيله شهر شهرين لابد أنه بنعود لنفس الأزمة. تفضل. طيب، وهذا يقودنا يعني هذه الأزمة التي تحدث الآن تقودنا لسؤال، يعني ما الذي حدث المفاوضات
قبل سنتين في مفاوضات وسيط عماني وخفض للتصعيد، يعني على ماذا يتفاوضون؟ على ماذا كانت المفاوضات لتقوم هذه الأزمة الآن؟ خارج الطريق ألا تعني أنه يتم حل إشكالية البنك المركزي وتوحيد العملة في اليمن؟ أعطينا فكرة على ما حدث في المفاوضات. أنا بعطيك فكرة تاريخية لأن هذا هو المدخل الأساسي لفهم كل ما يدور الآن، سواء في موضوع البنك أو في موضوع حتى التصعيد والكذا، سواء تجاه السعودية أو تجاه الأطراف الداخلية، وأيضا الدور الأمريكي في هذا الجانب. طبعا المفاوضات بالمناسبة مرت فترة طويلة للمفاوضات من بعد الحرب مباشرة، كان في عدة جولات من مسقط إلى سويسرا إلى ستوكهولم إلى الكويت إلى آخره، ونتج عن هذا كثير مش من التفاهمات لكن من تحديد الرؤى، إيش مطالب كل طرف أو إيش الحدود اللي بيقبل بها إلى حد ما كل طرف. وكان من ضمن الأمور اللي تطرح هذه الأمور سواء في الشق الاقتصادي أو غيرها، لكن كان في موضوع مهم يطرح وكانت صنعاء متمسكة وكان وجهة نظر صنعاء صحيحة. كانت صنعاء تقول نتفق أولا على الجانب الإنساني ونتفق على الشق حق العدوان الخارجي، رغم أنه كانت توقع دائما وما زالت صنعاء توقع في هذه الإشكالية أنها تخلط بين الشق الداخلي والشق الخارجي في الحرب. يعني في عندنا أزمات محلية كانوا ينظروا لها دائما أنه فقط أنه هذه الأزمات يحركها الخارج وكأنه ما فيش أزمات داخلية وأنه مجرد التفاهم مع الخارج بتنتهي هذه على العموم. فكان هذا التمسك صحيح، لكن في شق خارجي حصلت تطورات على مستوى الإقليم بين ما يسمى محور المقاومة ومحور أو محور الممانعة ومحور الموالاة، وحصل نوع من التقارب بين إيران والسعودية، وهذا التقارب كان برعاية صينية، وكان أعتقد أيضا هناك دور للروس. طبعا اليمن جزء من محور المقاومة، صنعت جزء من محور المقاومة، وهذا الكلام صحيح. في بعض الناس يبالغوا أنها تابعة لإيران، هذا الكلام مش صحيح. صنعاء يعني لمحور المقاومة كلمة على صنعاء، ولصنعاء كلمة على محور المقاومة أيضا. فكان جزء من هذه العملية السياسية، عملية المصالحة مع السعودية كذا، أنه لابد من حل كثير من الملفات اللي عالقة، وكان على رأس هذه الملفات ملف اليمن. فكان في دفع بالتسريع بعملية الهدنة، هذا جانب. ولهذا تنازلوا عن فكرة أنه الجانب الإنساني أولاً أو نتفق على الأمور لأنه توقف الحرب وبعدين نتفاهم، وهذا كان من ناحية استراتيجية صحيح، لكن من ناحية تكتيكية خطأ وبتؤدي إلى عواقب استراتيجية. الجانب الآخر أنه أنصار الله كان عندهم اعتقاد، وفعلا كانت الشرعية مهترئة في حينه. طبعا تم تنفيذ بعض البنود اللي كان يتفق عليها من السابق، زي مثلا مصير عبد ربه منصور، هذه كان حدث نقاشات عليه في المفاوضات السابقة، وبالتالي السعودية شافت أنه هذا من الأمور اللي بيسرع بالعملية وحصل اللي حصل. طبعاً كان بيتصور عند أنصار الله أنه الشرعية مهترئة، وبالتالي أنه بمجرد خروج السعودية من المعادلة يعني كانوا يتوقعوا أحد ثلاثة سيناريوهات. السيناريو الأول أنه بيتضاربوا ويعني وبيكون الباب مفتوح لصنعاء كمفارع يعني، أو حتى يمكن كوسيط، ربما كان في هناك تصور من هذا القبيل. والشق الآخر أنه يعني جزء من الأطراف ممكن تتحول مع صنعاء. والافتراض الثالث أنه صنعاء هي الأقوى صاحبة اليد الطولة، يعني بإمكانها أنه تحسم عسكريا إذا طلعت السعودية، أو أقل شيء حتى إذا كان في مفاوضات بتحسم الأمر لأنه هي الطرف الأقوى بالمفاوضات. طبعا اعتقاد وتصور خاطئ، ولذلك ليش؟ كانوا يراهنوا على هم افترضوا أن السعودية بتخرج نهائيا من المعادلة. والسعودية صحيح أنها تشتي تخرج من حرب اليمن، لكن مش إلى درجة أنها تسلم دقنها. برضو موضوع الشرعية ومكونات الشرعية، حتى لو ضغطت عليهم السعودية أو الإمارات في نهاية المطاف، لا يمكن أنه تضغط عليهم إلى درجة أنه الانتحار أو تسليم رقابهم. لكن هذا ما يحدث فعليا الآن.
لا كيف هذا اللي حصل في عدن؟ يعني اللي حصل يعني إنه التراجع مثلا في قرارات البنك المركزي في عدن بطلب سعودي واضح، اجتماع مجلس القيادة بطلب سعودي، السعودية تراجعت ورضخت لتهديدات صنعاء، هذا الظاهر الآن. لا هذا الموضوع برضه خلينا أكمل الفكرة بس. طبعا اللي حصل خلال فترة الهدنة انه الشرعيه تماسكت اكثر، يعني لو تتذكر ما قبل الهدنه كان دائما تحصل حتى حروب يعني ومناوشات بين اطراف الشرعيه. كانت تقريبا المناطق سيطره الشرعيه منفلته سواء من الجانب الامني او من كذا. طبعا حصل كثير من الترتيبات، واساسا انا اعتقد انه في كمان دافع شعبي في هذا، يعني نحن لا يمكن انه ننظر للاطراف الشرعيه انه فقط عباره عن مرتزقه زي الخطاب التعبوي اللي في صنعاء، لا في عندهم قواعد شعبيه وفي عندهم حاضنات شعبيه وفي مشاريع وفي بعض الازمات اللي هي من قبل الحرب اساسا، يعني ذات بعد وجذور تاريخيه. فصنعاء اخطات في هذا. الان هذه التوازنات اللي خلقتها الهدنة بدل ما كان صنعاء تتوقع أنها تمشي بشكل مؤقت أصبحت ذات طابع مستدام، وأصبحت كل الأطراف الدولية والإقليمية وحتى الداخلية تسعى أنه يكون مستدام. وهنا الخطأ التكتيكي اللي وقعت فيه صنعاء اللي أدى إلى 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 يعني إلى أنه يصبح استراتيجي. نعود لموضوع الطلب صنعاء السعودية من الشرعية أنها تجتمع. طبعا السعودية بدأت تسوق نفسها من ما بعد الهدنة على أساس أنها وسيط، صح؟ طبعا هذا فكرة الوسيط هنا مهمة للسعودية. الموضوع كان يطرح في فترة ما أنه تنصل من بعض الالتزامات المالية التعويضات والكذا، لكن الموضوع أعمق من كذا بكثير. وعليه خلال الفترة السابقة حتى في مفاوضات مسقط كان السعودية تحاول تخلق عمليا، شوف مش بس في النصوص الورقية والكذا، انها الوسيط. وانا ما اعتقد انه قرارات البنك المركزي قد نقول لك ان خلفها السعودية ولا امريكا، هذا في نوع من ربما يعني كانت قراءة الشرعية بهذا المنطق انه امريكا بتوقف معها كذا، لكن ما اعتقد انه مباشرة لانه استحقاق الناس يشتوا فلوس يشتوا موارد يشتوا، شفت كيف في نهاية المطاف بيوصلوا لهذا. وهذه شوف هنا كمان كان كلمة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين في هذا الموضوع، حاول هو طبعا الناس اخذوا انه وعيد علشان موضوع الخلافات البنكية وكذا ممكن يكون في تصعيد في الحرب. ومثل ما قلت لك سابقا صنعاء ملتزمة بمحور المقاومة، والحرب الأساسية الآن بمحور المقاومة هي حرب غزة، ولا يمكن محور المقاومة يقبل أنه تتحول الحرب إلى عربية، لأنه هذا بيكون منفذ لإسرائيل ويعني حتى منفذ لأمريكا اللي أصبح وضعها محرك في البحر الأحمر. والسيد عبد الملك يعرف هذا الكلام، ولهذا كان دائما يربط في كلامه موضوع يعني لا ترتبطوا بالأمريكي. وبالمناسبة في برضو إشارات وإيحاءات لما يدور الآن مؤخرا، المملكة العربية السعودية كانت يعني كان يطرح موضوع التطبيع وكان يطرح موضوع أن تكون في سلطة بديلة في غزة وما إلى ذلك. فالمحور الآخر كلها قد الأمور مرتبة بيننا والوضع هادي والكذا، ما فيش داعي تذهبي إلى الاتجاه الآخر. لكن الشيء المهم في خطاب السيد أنه حاول يعيد الكرة إلى ملعب السعوديين، بما معنى أنتم مش وسطاء، إذا بتمشي الأمور بهذه الطريقة أنتم مش وسطاء. والسعودية تلقفت الكرة بسياسية وأكدت أنها وسيطة. يعني أنا جالس الآن قبل شوية قرأ منشور واحد من القيادة في حركة أنصار الله يقول أنه تواصل مع السفير السعودي، وأنه السفير السعودي طمن أنه لا بيوقع كذا وبيضغطوا على الشرعية، يعني أنه إجراءات البنوك بدون تفصيل، يمكن هو ما ذكرش هذا التفصيل اللي ذكرته، أنه إجراءات البنوك سيتم إيقافها. وهو من حيث لا يحتسب أو من حيث لا يدري وضع السعودية في موقف الوسيط. صراع خلال هذه الفترة بدرجة أساسية حول هذا الموضوع، مش صراع تصعيد نحو حرب.
صنعاء تحاول إبقاء الأمور كما هي عليه إلى أن تخلص من موضوع غزة. وحتى بعد ما تخلص من موضوع غزة بتصطدم أن الواقع هذا لا تستطيع تغييره. لكن يبدو أنهم ما زالوا يعتقدوا أنه يعني بعد موضوع لكن غزة لكن لكن التهديدات يعني صراحة كانت قوية جدا، تهديدات وجربوا وسنستهدفكم، وحتى الإعلام الحربي عرض صور لنشر صور لمطارات وموانئ، يعني حتى الخطاب في نهاية الأمر إذا كان هذا السعودية تتفاوض معها وتتواصل معها والسفير السعودي يتواصل مع علي ناصر قرشة وقرشة، فالخطاب هذا بهذه الطريقة هل يعني يجوز إذا كان لا يهدف أو ليس فيه نية جادة نحو التصعيد؟ شوف، هذه إشكالية ثانية أعتقد أنه أنا كتبت عليها وحاولنا نناقشها. ما زالت البلاد تدار بالخطاب التعبوي، سلطات الأمر الواقع في كل اليمن، لأنه قلت لك في إشكالات اقتصادية وفي إشكالات غير اقتصادية، اقتصادية وسياسية وكذا، ولا يوجد حقيقة حتى موضوع المفاوضات بيروحوا يتفاوضوا وهم ما حد عنده تصور مطلق لشكل الدولة القادمة. شوف كيف الممكنة، شوف مش إيش اللي براسك، الممكنة. وعليه تدار البلاد بالخطاب التعبوي، والخطاب التعبوي هو المهم، انك تحافظ على وضعك كما هو عليها الان. تخيل انت لو ما فيش هذا الخطاب التعبوي الاسبوعي والشحن والمظاهرات الاسبوعيه، هناك استحقاقات داخليه بيتوجهوا لها الناس، تشتي ولا ما تشتيش. هذا الموضوع بالمناسبه حتى في، مش بس خاص بصنعاء، هذا الموضوع حتى في عدن. يعني بمجرد أن لو يوقفوا عن هذا الخطاب التعبوي في كثير من الاستحقاقات، أبناء الجنوب ينتظروها سواء من موضوع المفاوضات أو من غيرها، وبالتالي أصبحت الأطراف السياسية أسيرة الخطاب التعبوي. ما يطرحوش خطاب سياسي عقلاني يقابل الكذا، لا، خطاب يعتمد على العنتريات والقوة والمحافظة على القوة وكذا. طبعا هذا الخطاب بيجي مرحلة ما بينهار. ليش؟ بسبب اللعباء الاقتصادية برضه، كل واحد مقند له 600,000 وما فيش موارد، ويعني ما فيش دخل وما فيش حرب. بيوصلوا لمرحلة انه هذا الخطاب التعبوي والتعبئة بدون حرب، يعني حتى الناس يعني 80% من الشعب اليمني تحت خط الفقر، يعني صراحة. وأوضاع إلى متى الناس ستبقى، يعني الخطاب لا يوكل عيش، لا يوكل خبز الخطاب، فالناس محتاجة أيضا يمنع الانفجار. أي صحيح، يمنع الانفجار ولكن في لحظات معينة، ولكن لا يمكن أن يستمر. يعني فرضا اليوم تنتهي حرب غزة، يعني هذا انتهاء حرب غزة سيفتح باب كبير نحو الأطراف السياسية أنها يجب أن تنفذ استحقاقات الشعب. ولكن خليني النقطة اللي أنا أريد أن أفهمها فعليا، يعني السعودية تفاوضت مع صنعاء، هل السعودية تفاوضت نيابة عن الشرعية برأيك، أو أنه السعودية كان عندها غايات مع أنصار الله وتريد تحقيق اتفاق أمني إلى غير ذلك، ويعني فقط ولم تحسب حساب ما يمكن أن يحدث في المستقبل؟ لا، السعودية كانت تريد أن تطلع من الحرب وبفهلوة، وللأسف قلت لك لأن أنصار الله كانوا مركزين على الموضوع الاستراتيجي في موضوع محور المقاومة والترتيبات المنطقة كامل، وكان عندهم اعتقادات أن الطرف الآخر يعني حتى إذا ما كانش في أي التزامات للسعودية بيكفي أن السعودية تطلع من الحرب، الأطراف الأخرى بيتم احتوائهم بشكل أو بآخر. اللهم صل على سيدنا محمد. ولهذا نجحت السعودية في هذا، نجحت في أنها تطرح نفسها وسيط وتعيد أنصار الله للتفاوض مع الشرعية. يعني لما تجي تشوف خارطة الطريق ثلاثة، في مراحلها الثلاث، ابتداء من المرحلة الإنسانية إلى المراحل السياسية والكذا، كلها التفاوض مع من وتنفيذها منوط بمن؟ منوط بالشرعية. يعني روح تفاوض مع الشرعية على الأسرى، روح تفاوض مع البنك، روح تفاوض، ولكن نحن منجي نساعدكم. أيوة. شفت كيف؟ احنا قلنا في مقابله سابقه، قلنا وهذا كتبنا برضو الكلام، قلنا الانصار الله طالما ان السعوديه يعني بتكون وسيط، لا تخلوها وسيط بالورق، لا تروحوا توقعوا على اتفاق خارطه الطريق، امشوا فيها بدون ما توقعوها،
وخلوا السعودية على جنب، بعدين ما نتعامل معها، هل تريد أن تكون صديق أو تريد أن تكون خصم؟ هذا يعتمد على ما ينتج عن الأمور. أما الآن أنت تقدم لها، طبعا في إشكالية عند الأخوان في صنعاء، وإشكالية حقيقة مرعبة كانت في اللي أوصلتهم إلى الوقوع في هذا الفخ. طبعا في كثير من الإشكاليات، من ضمن الإشكاليات أنه كان يفترض أن التفاوض مع السعودية أنه كيف تطلع من الأزمة اليمنية، كيف تسحب قواتها، كيف كذا، وفي مسألة التعويضات فقط في الجانب اليمني، وكان يفترض أنه يعني ما ينتظروش إلى الآن، يفترض أنه اليمنيين ما ينتظروش الوساطة حق الأمم المتحدة وكذا اللي هي تدير أزمات، أو حتى الوساطة السعودية، يفترض يكون في قصور يمنية يمنية. هذا من ضمن الأخطاء، أنه صلحوا هدنة وبعدين ما نفاوض سواء السعودية أو الداخل. الخطأ الثاني الكبير أنا أعتقد أن الوفد لم يكن ممثلاً، مش بس ما كانش ممثل تمثيل وطني، يعني أنت لما تجي تشوف السفير السعودي لما راح لصنعاء، مش فقط المشكلة أن الوفد كله كان يعني يمثل، يعني لا يمثل كل الطيف الوطني الاجتماعي والسياسي والكذا، كان يعني مجموعة من منطقة معينة ذات، يعني أنصار الله أصحاب سعادة، خلينا نتكلم بالمفتوح ليش عاد. لكن مش هنا الإشكالية الكبرى لما تشوفهم كلهم، ما فيش أي واحد متخصص، ما فيش لا واحد متخصص لا بالشأن القانوني ولا بالشأن الاقتصادي ولا بالدبلوماسي، ولا هؤلاء هم مجموعة من المقاتلين اللي كذا، وراحوا يتفاوضوا على أمور يفترض أنه يكون فيها فني وأمور جوهرية. يعني بالنسبة لهم بطبيعتهم، بحكم طبعا نحن ما نقولش أنهم سيئين، بالعكس هم أخوان كثير منهم طيبين ومحترمين وأصحاب نوايا حسنة، لكنهم لا يمتلكوا الإمكانات والمقدرات في الأمور اللي يفترض أنه يدورها فني. يعني مش بس في الجانب الوطني أنه كان تمثيل محدود للفئة ومنطقة معينة، لكن حتى في الجانب الفني، وهذا من ضمن الأخطاء الكبرى. وبالمناسبة هذا خطأ مستمر ولا يمكن أحد يعالجه. ليش؟ لأنه بدي تبعد أي واحد منهم يعتقد أنك بعدته من موقعه على حساب الآخر. يعني هذا الخطأ خطأ مستفعل، يعني مش خطأ رغم أنه بسيط، لكنه خطأ مستفعل في موضوع معالجته. طيب. الآن واقع الهدنة خلق أنه لازم تكون المفاوضات يمنية يمنية. إذا خلي السعودية تنتظر، طالما المفاوضات يمنية يمنية في مراحلها الثلاث، ما لا نعتبرها. لكن المشكل أستاذ أزال، المشكل أنه أنصار الله الآن في خطابهم وفي إعلامهم وفي كل شيء يقول لك إحنا لا نعترف بالطرف الآخر. الطرف الآخر هو يقول لك لفظ مرتزق، هو تابع للسعودي، يقول لك إحنا نتفاوض مع السعودي. إنه اليوم وأنا حتى المتابعين عندي في اليوتيوب، يعني في كثير يقولوا لي يا حسام يحملوا نفس الفكرة، يعني هم يتبعوا أنصار الله. فاليوم إنك يعني تغض الطرف عن الطرف الآخر ولا ترى الطرف الآخر، هل هذا يمكن أن يؤدي بأي حل لليمن؟ شوف، هذا جزء من الخطاب التعبوي، لكن الواقع يقول شيء آخر. يعني إذا الحين في 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 مسقط إيش كانوا يسووا؟ يعني غرسوا بصل، كانوا يتفاوضوا مع الشرعية أو ما يسمى بالشرعية. والإصرارهم على خارطة الطريق، خارطة الطريق تنص على أنه يذهبوا للمفاوضات مع الشرعية، سواء في ما تبقى من الجانب الإنساني أو الشقين الآخرين أو المرحلتين الأخرى. مش بس كذا، حتى هم في الجانب هم اختزلوا بحسب خارطة الطريق، يعني طبعا بحسب ما نشر منها، اختزلوا دور السعودية في جانب المساعدة في الرواتب، لكن حتى في موضوع الرواتب هم طلبوا أنها تكون من الموارد. يعني عمليا هم يتفاوضوا في كل المفاوضات مع الشرعية، وعمليا كل الاستحقاقات تنفيذها وكذا مع الشرعية، لكن الخطاب التعبوي هو اللي يدير المرحلة. نحن نشتي هذه المرحلة يتخلوا عن الخطاب الوحدوي، هذا بالمناسبة مش بس صنعاء، نشتي كل الأطراف يكون في عندهم خطاب سياسي رزين، أقل شيء ننجز شيء في الجانب الإنساني، لأنه يهم كل الناس، يهم الشعب، يهم الناس بلا رواتب، الناس الوضع الأمني مهترئ، يعني 13,000 أسير غير المعتقلين، وطبعا تسمية أسير هذه لا تليق، لأنه في نهاية المطاف معتقلين سياسيين، يعني غير المعتقلين اللي من خارج الحرب، يعني
آلاف مؤلفة، لابد أنه يكون في حلول لهم، بدل ما تجلس مصر على الخطاب التعبوي اللي بيؤدي بالضرورة إلى انفجار، حتى بيؤدي إلى انفجار بالمناسبة، مش بين القوى المتصارعة، حتى يعني عدن مرشحة أنه يحصل داخلها انفجار، تعز مرشحة أنه صنعاء مرشحة أنه يحصل داخلها انفجار، يعني مهما بلغت قوة الأطراف اللي تدير هذه المناطق. فهذا جزء من الخطاب التعبوي اللي نتمنى أنه يحصل نوع من العقلانية في ترشيده. يعني ما هو المطلوب الآن برأيك وفي ظل هذه الأزمة؟ الآن المبعوث الأممي طلب من مجلس القيادة الرئاسي أنه يتمهل على هذه القرارات حتى نهاية أغسطس، وهذا يعكس رغبة في يعني إقامة مفاوضات أو جولة من المفاوضات حول هذا الموضوع. وما زلت الحقيقة أرى خطاب تعبوي من جانب صنعاء. إيش المطلوب الآن يعني عمليا؟ هل يجب على الأطراف أن تقبل وأن تتفاوض، أو التصعيد العسكري ربما يكون خيار؟ شوف، موضوع التصعيد العسكري احنا قربنا 9 سنوات حرب لم يحقق فيها أي طرف انتصار، ورغم التطور في المجال الصناعات العسكرية عن صناعة الصواريخ الفرد الصوتية وكذا، لكن ما بتغيرش المعادلة حقيقة، لأنه أصحابنا أساسا ما كانش يحتاج فرد صوتية، بالصواريخ العادية قد كانوا يضربوهم وكذا، ومع ذلك ما تغيرتش المعادلة. مش بس ما تغيرتش المعادلة عسكريا، لكن الآن أصبحت المعادلة في اليمن ضمن معادلة إقليمية، بل أزعم أنه ضمن معادلة دولية. يعني مفتاح دخول الصين كان للمنطقة هو الاتفاق الإيراني، رعاية الاتفاق الإيراني للسعودي. فواضح لكل ذي لب، لكل ذي عقل، أن الحرب، الذهاب للحرب هو حرب من أجل الحرب، ما بتحقق لكش أي شيء، زي ما هو وضع الهدنة اليوم هي هدنة من أجل الهدنة، ما فيش أي عملية سياسية. كلا الأمرين هؤلاء لن يكتب لهم الديمومة. في صوت؟ أي نعم، أي نعم. ألو. أي نعم، سامع. كلا الأمرين هؤلاء الآن المطلوب إيش؟ المطلوب المطلوب عدم تقديم التزامات كتابية. أنا مش من أنصار التوقيع على خارطة الطريق برعاية سعودية، لأنه بتحول السعودية إلى وسيط، والسعودية ما زال عليها استحقاقات تجاه اليمن. يعني هذه حرب 9 سنوات تطلع منها بمجرد رواتب عام ولا كذا، مش، ونحن برضو لا نسعى لابتزاز السعودية، بالعكس نحن نتمنى أن السعودية تكون شقيقة حقيقة حقيقة، وبالتالي عليها التزامات كشقيقة إذا أرادت أن تكون شقيقة، وكطرف يعني دمرت البلاد خلال 9 سنوات، وعليه كل الأطراف ما نشتيش أنه يقدموا أي التزامات دولية جديدة، ولابد أنه يكون في حوار داخلي مش فقط بين المتصارعين، بين كل القوى السياسية والاجتماعية. وبالمناسبة دعني أفشي سر، هناك مساعي عند بعض الشخصيات الاجتماعية والسياسية الآن أنه يكون في نقول وفد شعبي، يعني يسميه وفد شعبي، يسميه كذا، لمحاولة تحريك المياه الراكدة في جانب المفاوضات داخليا، يعني بشكل شعبي. مش عارف هل بينجح هذا المشروع أو ما بينجحش أو لا بيوصل، لكن في شيء من هذا القبيل. غير هذا، إذا الأطراف لم تسير في هذا ما طرحناه الآن نحو هذا، فهم جعل هذا الوضع مؤبد، وهذا الوضع المؤبد أو هذا الوضع لا يمكن تأبيده، هذا الوضع بيؤدي إلى تدهور أكثر. يعني هم يعتقدوا أن هذا بيبقى كما هو عليه، نحن نقول أنه بيؤدي إلى تدهور أكثر. لا يمكن يصبر الناس إلى ما لا نهاية، بلا رواتب، بلا أمن، بلا استقرار، طرق مقطعة، أبنائهم معتقلين. هذا الكلام يعني قد مع التعبئة الحربية تأجله، لكنها لا يمكن أن. طيب يا أستاذ، بوضوح الآن أستاذ أزل، أنت لمن تحمل المسؤولية في تعثر حل مشكلة البنك المركزي والملف الاقتصادي؟ أعزوها
أعزوها. طبعا ما منقولش كل الأطراف أعزوها لعدم وجود أي تواصل مباشر وعلى عدم الاستماع للفنيين. يعني خلينا أكون رقيق شوية مع الأطراف السياسية. نحن ما نحملهمش المسؤولية رغم أنه يتحملوا مسؤولية سياسية، لأنه لا توجد عندهم إرادة نحو الذهاب لسلام حقيقي ومفاوضات حقيقية لحل المشاكل بهذا. لكن نقول برضو عندهم أخطاء، يعني في الجانب ما فيش الفني والمتخصصين والكذا، في بعض الأمور تركوها للمتخصصين المحايدين. يعني على سبيل المثال موضوع البنك ربما يكون هذا، لكن أنا أعتقد أنه إذا تم إحالته مثلا لبن همام وهو شخصية الكل متوافق عليها، اللي المحافظ السابق للبنك المركزي، شخصية ليس له ارتباط بأي طرف سياسي، شخصية نزيهة، شخصية اقتصادية معروفة، وهذا ينطبق على الكل. يعني مش كل اليمنيين انخرطوا في الحرب، في كثيرين ما لهمش علاقة في الحرب. لا، هو المشكلة الآن، المشكلة الآن في موقع، في المشكلة الآن يا أستاذ أزال في موقع البنك المركزي، هل يكون في صنعاء أم في عدن؟ تحت حكومة من؟ تحت حكومة صنعاء أو تحت حكومة عدن؟ أيضا صنعاء هل هي ملتزمة بتوريد العائدات اللي عندها للبنك المركزي من أجل أيضا المساهمة في صرف الرواتب، عائدات النفط؟ يعني هذه هي أصل الحكاية يبدو، مش على شخصية من يدير البنك المركزي. صحيح. شوف، هذا جزء من التفاصيل، وتفاصيل كثيرة. لهذا نحن نقول أنه الاتفاق مع السعودية يشوب الخطأ. طالما السعودية أرادت هدنة، كان يفترض أنها تتحمل كل المسؤوليات أثناء فترة الهدنة. أقل شيء تكون وسيط، فلتكون وسيط. أما لي مسؤولياتك، لا أحد ما نوصل لسلام. إذا هم محضر خير، خلوهم يوصلون في سلام في 3 شهور، وإذا هم يشتوي ما طلوا 4-5 سنين يتحملوا مسؤولياتهم 4-5-10-20 سنة، لأنهم اللي أوصلوا البلد إلى ما هو عليه. يفترض أن التعاطي كان من قبل صنعاء بهذا المنطق، أوكي تشتوا هدنة سنة سنتين، يلا تحملوا مسؤولياتكم خلال هذه السنة السنتين في توفير الجانب الإنساني. لكن طالما أنه قد نشأ واقع خلال هذا الآن، قد أنا داخلين في السنة الثالثة، جانب إنساني، أعطوا الفنيين، أعطوهم مساحة، مش كل شيء سياسي. يعني حتى في موضوع التذاكر اليمنية ولا ما نشداري إيش، كل شيء يتسيس، وأمريكا وما نشداري إيش، إنه أمريكا منعت التذاكر ولا منعت مش لها هذه الدرجة. يعني خففوا شوية الخطاب التعبوي وخلوا الناس مصالح الناس أقل شيء. إذا ما نقدرش نعالج الأزمات السابقة، خلوا مصالح الناس تمشي. طيب أستاذ أزال الجاوي، شكرا لك. إذا كان عندك كلمة ختامية في نهاية هذا الحوار، ربما رسالة، إيش تقول الجمهور اليمني اللي هو أصلا الطرف اللي تم تعبئته؟ يعني صحيح، نقول للجمهور طبعا نتمنى من شعبنا شعب مناضل، شعب صابر، شعب عظيم. شعبنا حقيقة اللي يدور الآن في اليمن، الشعب اليمني لا يستحق هذا اللي حاصل له. لكن نقول أنه جزء من المشكلة أيضا الشعب، للأسف الحاضنات الشعبية لكل المكونات السياسية مندفعة، وفي بعض الأحيان يتكلموا عن الحرب وكأنها نزهة، رغم أنه ذاقوها وذاقوا مرارتها مش بس في هذه 9 سنوات، يعني عبر التاريخ، ونحن دائما في صراعات كذا. نحن نتمنى انه يكون في توجه عام عند الناس انه لا يلتفتوا لهذا الخطاب التعبوي، يكون دائما يحاولوا انه يجنحوا للسلم قولا وفعلا. هذا الجمهور، والجمهور يمكن ان يكون ضاغط على السياسيين اذا اتجه في هذا الاتجاه، وممكن نحقق نتائج. طيب، شكرا جزيلا أستاذ أزال الجاوي، شكرا على وقتك وعلى كل هذه التوضيحات، الأستاذ أزال الجاوي الناشط السياسي. وشكرا أيضا لكل من تابع هذا الحوار وتفاعل معه. نلتقي إن شاء الله في متابعات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.